من هون تفضل. مولاي السلطانة بيان اجت. تتفضل. سلطانة بيان، الحمد لله على السلامة. مهموم كتير مولاي، خير قلي في شي؟ ما في شي يا غالية. انت مبسوطة؟ قدرتي تتعودي على ساماندرا؟ مبسوطة كتير مولاي السلطان، أولادي كمان حبوا كتير لساماندرا، تعودنا. وقت سمعت بالعصيان أنا قلقت وبصعوبة أقنعت فرحات ليجيبني لعندكن لهون، وبالأخير هو وافق لما زعلت. الحمد لله أنتو بألف خير. مولاي وشك في كتير قسوة وحزن، كأنه في شي صاير. شو الموضوع؟ فرحات باشا اليوم اتحاكم بالديوان وفورا تنفذ الحكم فيه. بيان شو رح يصير فيها هلا؟ شو رح يصير فيها بعد ما مات زوجها؟ ما بعرف يا خديجة، بس بيان رح تضل عنا بالقصر، لازم ترجع تعيش معنا ونحن لازم نوقف جنبها. بيان نفذت؟ أعدمته؟ قتلت جوزي؟ تعالي. اوعى تلمسني، اوعى، خليك بعيد. فرحات يا الله ساعدني، قاتلين قاتلين، انت قتلته. قاتل قاتل. بيان اهدي شوي، اهدي بيان لبرا. انت مثل ابي تماما، ما كيف تسوي هيك شيء؟ بتقتله؟ ما كيف تسوي هيك شيء؟ باخذك. ما كيف تسوي هيك شيء؟ اهدي شوي، خلص بيان، خلص اهدي اختي، اهدي، خلص اهدي، خلص اهدي، رح تضلي هون. انت بتضلي اختي، انا من خوفي عليك اضطريت اعمل هيك. فهمتي؟ انت بالنسبة لي من اليوم السلطان وبس، انت ابدا ما عاد تخصني، انت ما عادت اخي. انت بالنسبة لي من اليوم السلطان وبس، انت ابدا ما عدت معدي، انت ما عدت معدي.
شو زعلاني عليها؟ شو رح يصير فيها لما تعرف؟ يا رب صبرها وقوية لبنتي. بيان بنتي؟ كنتوا بتعرفوا كل شيء، كنتوا بتعرفوا إنه فرحات حيموت. إمتوا أخذتوني لعند خديجة أختي. مالي عني فكرة إذا ضميتيني كل شيء رح يتصلح. بيان حبيبتي اهدي شوي، بدي إياك تكوني قوية. الله يخليك تركيني بهمي، إنتوا قاتلين، كلكم هون اشتركتوا بهالجريمة البشعة. أمي أنا هلا شو بدي أقول لأولادي؟ شو بدي أقول للوقت اللي بدهم يسألوا عن قاتل أبوه؟ ردي حبيبتي. والله قلبي محروق عليكي، بس إنتي رح تضلي هون معنا، رح ترجعي تعيشي معي. لا أمي، ما فيني أعيش بنفس المكان مع قاتلين جوزي. بيان لا تروحي، بعدي عني، مو حابة ضل بهالقصر ولا لحظة. طيب روحي اسكني عندي. قصدك بقصر إبراهيم باشا؟ مو بموت أحسن لي. بيان لا تعملي هيك، رح يوقف قلبي. حاجتك بقى. بيان حاسة بوجعك، طولي بالك. صعب تحسي فيني يا خديجة. يوم اللي بيقطع أخوك راس جوزك أبو ولادك، وقتها بتحسي فيني. تعرف شو قالت لي اليوم بيان يا إبراهيم؟ قالت لي أنت من اليوم سلطان وبس، وبالنسبة إلي ما عاد تخصني، وأنا ما عاد عندي أخ. وقت الانفعال أحيانا الواحد بيقول كلام مو طالع من قلبه. لأول مرة بحس إني عم ضر عيلتي من قرار أنا باخده. بهذا القرار يا إبراهيم أنا يتمت ولاد أختي. إبراهيم اتركني لحالي. خايف يا سلطان سليم، خايف لوت إيدي بالدم وصير